كسب الاسباني وقدر طيب. طبعا شريف يعني بانه يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. اوكي معانا كابتن خالد متولي المدير الفني للنادي ام بي. كابتن خالد هارد لك النهارده. حبيبي كابتن سيد كل سنه وحضرتك طيب، وانا طبعا مش عارف بحضرتك مين. طبعا معايا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني بيسلموا عليك وبيقول لك معلش النهارده. طبعا كابتن احمد بلال هداف مصر تلاميذي كتير قوي ليه، وكابتن اسامه حسني النهارده كابتن. حبيبي كابتن كل لك كابتن، انت النهارده يعني خسرت 3 بونت. صح. اداء انبي النهارده اداء مشرف مع بدايه الموسم، يعني واضح بصمتك على الفريق من بدايه الدوره. اتخيل والله الحمد لله كابتن سيد، احنا لما نينا السنه اللي فاتت حاولنا ندعم الفريق في الاماكن اللي احنا عايزينها بالظبط، يعني فكان التدعيم على بحساب يعني. بدانا فتره التعداد الحمد لله بفضل ربنا، اشتغلنا كويس، لينا طموح كجهاز فني كاداره كنادي ان احنا فعلا نرجع امجاد انبي ونرجع ان شاء الله انفراد انبي زي ما كان في الماضي يعني. فاحنا الحمد لله بنشتغل على كده، ولكن بنتمنى التوفيق ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه. كابتن عايز التوفيق يا كابتن خالد بدون اي دبلوماسيه او بدون اي شعارات يعني وكلام في الجول زي ما بيقولوا، كلام هو الايجابي، يبقى في استقرار فني، في استقرار فني دايما يعني مهما كانت النتائج في الاول، يعني ممكن تتعرض لهزيمه في الاسبوع الاول وتتعادل في الاسبوع الثاني وتفوز في الثالث وتفوز في الرابع، انت معاك خامه كويسه وانت مدير فني على مستوى عالي جدا جدا، واللعيبه قريبه منك وعارفين فكرك وعارفين وانت مش غريب عليهم وهم مش غراب عليك. عايز مستوى كويس او عايز ايجابيه في النتائج يبقى في استقرار فني، ده وجهه نظري. والله يا كابتن بتتكلم صح، لان طبعا المدرب مش هيتعامل بالقطع يعني. طبعا. لكن الحمد لله ان لا في استقرار الحمد لله، في سبورت وباور من الاداره جامد جدا. انا كمان ليا طموح كخالد متولي، واخد بال حضرتك، الاولاد في حضني تماما، لامم الاولاد، عارف كل كبيره وصغيره الحمد لله في التيم. لكن طبعا احنا بنتمنى بس يعني ان احنا ايه يترجم ده يعني باذن الله يكون في توفيق للفريق. يعني حضرتك النهارده كان في عدم توفيق في كذا فرصه، يعني الشوط الاولاني يمكن خلال المباراه كلها كابتن سيد في 90 دقيقه ما فيش كره هددت مرمى انبي يعني خبال حضرتك. لكن احنا الشوط الاولاني كره الباسوني اللي قاطع على الايمن قريب، الشوط الثاني برده كان في كذا موقف، ولكن طبعا الحمد لله يعني انا بحمد ربنا وان شاء الله بتبص في المباراه اللي جايه ان شاء الله كابتن. طيب وخصوصا لما بيجي الجول في الدقيقه 94 او 93 بيبقى مؤلم جدا، انا عارف ويعني، بس انا اخد من اللقاء ده كمان مجدي قفشه واحد من ولادك السنه اللي فاتت يعني، لكن كمان احتفاله والهدف يحسب له بصراحه يعني، يعني واحد بيحترم جدا جدا ناديه، ما افرطش في الفرحه رغم ان الهدف مؤثر جدا وفي الدقيقه الاخيره يعني، لكن هو جه واحد من ولادك يعني مفيش مشكله. مع العلم يا كابتن سيد لو انت حضرتك تركز في الكوره ديت، ده كان كونتر اتاك لينا مع حمدي، لو حمدي عمل باص صح اللوح ايوه مظبوط صح مظبوط صح بل حضرتك اتقطعت في نص الملعب، اتردت هاند بول على صلاح سليمان بره 18. مجدي مميز في كرات السبت طبعا، واخد بال حضرتك، فهي دي كره القدم، هي دي كره القدم. هو عملها السنه اللي فاتت فرحك كتير، المره دي معلش بقى يعني هتنام زعلان شويه. انا فرحان له طبعا، ربنا يخليك. ودي كره القدم يا كابتن سيد، واتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن خالد متولي المدير الفني لنادي انبي. هقرا 5-6 رسائل وبعدين نخش في الاسئله على طول كابتن اسامه، ماشي اتفضل، خاصه باللقاء الاسماعيلي وبعدين ننقل طبعا على التحضير على مباراه المصري. احمد شاكر.